والمرجع متد من هنايا حتى الدوار كل هذا، يعني حنا التوسع في الاراضي الفلاحيه وداروا ذكرها تخرجوا الماء صندات صندات كلهم عندهم الصندات، والاراضي استولوا عليها يعني اراضي سلاليه. وهذه المرجع حتى هي كانت مصنفه عالميا عالميا بقى الى يومنا عالميا. وانواع الطيور اللي كانت متواجده فيها طيور نفس الطيور اللي تتشوفهم تما هي كانوا هنايا اللي شفناهم في برغام موجوده في ولاد الصخر. كان يعني المياه ديال هذاك المعمل ديال السكر راه تسد، هذاك المياه ديالو كان الناس تتشتكي. دابا الان في حاله صحيه جيده، كانوا تيمرضوا لهم الكسيبه، تيمرضوا هما بالحبوب المعمل. ولكن يعني تحولت المرجة وقسموها بيناتهم الى اراضي فلاحيه تزرعوا فيها منتوجات فلاحيه ديال الدار. دابا ما كاينش الاحياء ديالها ولا تعاود ترجع الاحياء ديالها انه باش تكون الشتاء ما يمكنش تحيا، لان كتكون عبر الاف السنين كتكون نبضوا يعني فرشة المائيه، والفرشة المائيه تم القضاء عليها باستنزافها بفلاحيه المحركات الفلاحيه لجلب الماء. اول منطقه فيها الفول السوداني كاوكاو، فيها الدلاح، فيها الخضروات، يعني منطقه فلاحيه بامتياز، ماشي يعني منطقه غنيه غنيه. ولكن يستحمل كنشوفوا هذا الاهمال وهذا الشيء. وهذا حنا في منطقه ديال الصيف، هذا ما تنساش هذا بكره النباتات تاتي بس في الصيف. فوقاش دابا تم السياء عليها والسكود يعني تسد الكره. شوف المعمل 7 سنوات تقريبا هكذا، حوالي 7 سنوات 7 سنوات تقريبا. اذا هذه هي اللي كانت كتصنف من ضمن المحميات، يعني مرجى تنتمي الى مركب نجد الرمل، يعني مصنفه برمسار، يعني كتصنف من الناحيه الايكولوجيه ومنطقه رطبه. نعم. الى يومنا هذا شكون هو اللي تيبين الرطوبه ديالها؟ هي وجود الماء. الماء شي حاجه تنقولوا رطبه يعني عندها ارتباط بالماء. هذاك الماء تيقدر يكون سطحي، دابا ولا ما بقاش سطحي ولا باطني، ودابا شويه بشويه بشويه تيبقى ينزل. اما هنايا واش كاين شي حلول ممكنه في هذا رغم ان ممكنه هو توعيه الساكنه وواحد التدخل هذا بالاهميه ديال المرجى، وحلول هو يدخلوا الماء ديال السقي الى المنطقه ويتخلاو على الاستنزاف ديال الثروه المائيه ديال اللي كانت